السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الحكاية وما فيها. زي ما عودناكم حكايتنا كلها حكايات حقيقية. النهاردة معنا حكاية مقتل والدة الشحرورة صباح على يد ابنها أنطوان فغالي. كتير منا يعرف صباح، وكتير من الناس حبتها وحبت صوتها الجميل وتمثيلها في السينما، لكن القليل منا يعرف ان للشحرورة صباح أخ ارتكب جريمة شنيعة عملت شرخ كبير في حياة صباح، إلى أن وافتها المنية عن عمر يناهز 87 سنة. نبدأ حكايتنا مع أنطوان فغالي، الأخ الوحيد لجانيت جرجس فغالي المعروفة بصباح. في يوم من الأيام سنة 1948 سمع أنطوان أن والدته مع عشيقها في بلدة برمانة البعيدة في جبل لبنان اللي بتبعد حوالي 20 كيلومتر عن بيروت، وضاء أثار الحمية والضغينة في نفس أنطوان، فشل بندقيته وتوجه بسرعة للمكان، وبمجرد ما شاف والدته وعشيقها أطلق عليهم عدة رصاصات واتقتلوا الاتنين في الحال. وساعتها قرر الفرار إلى سوريا لأنه خاف من صقر أسرة العشيق، وكان أنطوان ساعتها ما كملش 18 سنة، وبقي قبر والدة صباح وعشقها مجهول مكانه رغم محاولات صباح البحث عنه كتير لكن بدون فايدة. وخلال ارتكاب الجريمة كانت صباح مع زوجها الأول نجيب شماس في القاهرة، وحاول زوجها إخفاء الخبر عن صباح حتى لا تنهار من الصدمة. وبعدها بشهرين وأثناء عودة صباح للبنان صارحها زوجها بخبر وفاة والدتها، فانهارت صباح على سطح الباخرة اللي كانت ركباها. أما أنطوان فغالي فخاف من الثأر فقرر الفرار إلى البرازيل، واللي ساعده في كده بعض أفراد أسرته، وغير اسمه من أنطوان فغالي إلى ألبرت فغالي، وانتحل شخصية أخرى وعاش بشكل طبيعي. واشتغل أنطوان في البرازيل في مجال المطاعم، وخلالها تعرف على زوجته المستقبلية اللي من أصول لبنانية واسمها نيلز، اللي كان أهلها بيعملوا في مجال الأقمشة، فتجوزها وأنجب منها ابنه الأول ريكاردو سنة 1955، وهو حاليا مطرب وملحن وموزع موسيقي مشهور في البرازيل. كما أنجب ابنته جانديرا سنة 1957، وهي عضو في مجلس النواب البرازيلي. وبعد العفو اللي حصل على أنطوان بسبب تقادم الجريمة، قام بزيارتين للبنان مع بنته، خلالها التقى بأسرته من جديد. ومن الجدير بالذكر أن جانديرا نعت عمتها صباح في البرلمان البرازيلي بعد موتها في 26 نوفمبر سنة 2014. وحسب بعض المعلومات من حساب جانديرا على الفيسبوك فإن أنطوان توفي قبل صباح عام 2009، وتوفيت زوجته التي كانت طبيبة متخصصة في أمراض القلب للأطفال سنة 2011 إثر نوبة قلبية. والجدير بالذكر أيضا أن جولييت أخت صباح الكبيرة لقيت مصرعها برصاصة طائشة أثناء شجار مسلح في قريتها. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ولو انت اول مرة تشوف القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد.